لما نيجي نتكلم على كشف طبي قبل الزواج ما بقاش فيه من غشنا فليس منا. لما تعمل له تقول له تبعته لنا في قسمة العقد الزواج سواء كان مسلم ولا مسيحي ان كشف الطب اتعمل والكشف ده كان اي كلام والطفل اللي يطلع ده بعد كده يبقى فيه مشكلة فيه، انت مشارك في القضية، انت السبب، انت ظالم للي انت جبته، انت قصرت معاه. لازم تعمل الفحص الطبي ده وتقف الأسر عليه للولد والبنت، لأن في النهاية الطفل اللي طالع ده أو الطفلة يبقى احنا خدنا بالأسباب اللي احنا وصلنا لها في علم الدنيا والتطور بتاع الدنيا ان احنا نعمل الفحص ده. يا ترى احنا بنعمل كده؟ ولا يبقى واحد عنده بنت عندها 12 13 سنة وعايز يجوزها